لسه مع البراش تول تاني، عايز اوريك مود تاني موجود مع البراشز غير الستايل اللي احنا اتفرجنا عليه هنا، تمام؟ وغير ان احنا غيرنا شكل الفرش والاتجاه بتاعها. في حاجة تانية اسمها تول بريست. تول بريست غير التول سيتس اللي انت اتفرجت عليهم. البريسيتس دول هو مع تولز مديك تول بريست، وفي تولز تانية بيسمح لك ان انت تعمل لهم بريست كمان. يعني لو انا جبت البراش تول بتاعتي، انا لسه على 9 ومتهيألي ان انا واخد فرشة عادية خالص، تمام، وهبتدي ارسم لاين. دلوقتي انا الفلو بتاعي 25%، لو خليته 100% ورسمت واحدة تانية، انت شايف الفرق اهو ما بين واحدة والتانية. طيب انا هكليك هنا وهاخد اللي هي البرش، هو هي مش هنا، مش برش، هي اير برش اللي هي الجان زي بتاع السبراي بتاع الدوكو، تمام. دي حاجة بيستخدموها الفنانين، قلم وفي بامب هوا وبترش كلر، تمام. انا اخدتها دلوقتي وهو بيقول لي ان هي الفلو بتاعها 50%، نسبة الفلو بتاعها 50%، و هي اير برش وراوند دائرية، تمام. انا هاجي بالاير برش وابتدي اشتغل بيها، تمام، هتديني الشكل بتاع الاير برش. طب اجرب واحدة تانية، دي بقى بينت برش، بينت فرشة، تمام، واوفل شكل بيضاوي، مجرد ما بشتغل بيها بتبتدي تديني الكالر اللي معايا ده. طيب انا هبص عليها كمان وهي 45 بيكسل، تمام. هبص على التانية اللي هي ترانسبيرنت ريد سبراي بنت. ريد سبراي زي ازازة السبراي اللي بنلون بيها الكرتون والحاجات دي، تمام. سبراي دوكو بيبقى موجود، هو برضو بيديك نفس الاوبشن ده. انا هكليك وهعمل كليك واحدة، اوكي، هبتدي اعمل كليك ودراج تديني الافكت بتاع السبراي. طيب دلوقتي انا هعمل ديليت وانا هعمل سيليكشن، تمام، وهروح اغير التول بتاعتي، مثلا هغيرها للشكل ده اللي هي 112، هجربها الاول، اوكي، جميل قوي، هعمل كنترول وزد، اوكي، وهروح اغير اللون للجرين، اوكي، ادي لون الجرين، وهصغر حجم فوق الفرشة شوية لل 35، اوكي، 53، جميل قوي، اوكي. هبتدي اعمل الشغل بتاعي كأني برسم نجيل، اوكي، كده انا ابتديت اعمل النجيل بتاعي، الجريس بتاعي، تمام. ده اللي انا عملته. ممكن بقى اروح هنا على التول بريست واقول له كرييت نيو تول برش، كليك عليه، ادي برش تول ده داون جراس، تمام، هو سماها باسم البرش، اقول له اوكي، تمام. هروح اكليك عليها وهغير الفلو بتاعها مثلا ل 100%، وهبتدي اشتغل تاني. انت شايف الفرق ما بين الفلو والفلو، تمام. دلوقتي انا هروح اخد بقى بتاعتي تاني اللي انا عاملها اشتغل بيها، رجع لي الفلو كام؟ ل 25%، لان انا سيفت التول، تمام. انا دلوقتي ممكن اسيف التول وهتفضل موجوده، لما هقفل الفوتوشوب مش هتختفي، مش هتروح، هتفضل موجوده كبريست. طيب انا ممكن اوريك حكايه البريست مع حاجه تانية، تمام. انا هعمل ديليت دلوقتي وهروح على ريكتانجلر ماركي، هعمل دي سيلكت، وهعمل سيلكشن مثلا حجمه لا انا عايز اعمل سيلكشن حجمه 10 بيكسل، فيكس سايز هخليه مثلا 50 بيكسل، في 50 بيكسل، اوكي. هكليك مره واحده
ادي السيلكشن بتاعي 50 بكسل في 50 بكسل. هروح على البريسيت او اللي هي التول بريسيت، تمام؟ مفيش حاجه هنا موجوده، تمام؟ بمجرد ما هكليك عليها كده هيقول لي ريكتانجلر ماركي، تمام؟ تول واحد انا هسميها هنا 50 اكس 50. اوكي اهي اتضافت، بقت موجوده، بقى عندي تول بريسيت. كل ما عاوز اشتغل على 50 في 50 مش مضطر ان انا اروح اعدل الهايتس والويتس، تمام؟ انا ممكن اشتغل من نورمال واكليك تاني واروح على البريسيت اختار بتاعتي واعمل 50 واحده. اوكي برضو احنا لسه هنكمل مع البراش تول. انا قلت بس اخرج عشان اوريك ان التولز بريسيت ممكن تكون موجوده لاي حاجه، تمام؟ في حاجات موجود لها بريسيت جاهزه، وفي حاجات زي ريكتانجلر ماركي ما كانش فيه وانا ضفت واحده، تمام؟ اوكي الديفولت ان في حاجات بيبقى معاها وفي حاجات لا، وبعد كده انت بمجرد ما تبتدي تشتغل هتضيف التولز بريسيت بتاعتك. اوكي ممكن دلوقتي يبقى عندك تمرين صغير ان انت تعمل برش وتسيف باسمك، تمام؟ وممكن تجرب ان انت تعمل ميكسينج وانت في البراش مود ما بين المودز دي، تمام؟ والاوباسيتي والفلو، وطلع حاجه كويسه انت مقتنع بيها وسيفها باسمك. اشوفك الدرس الجاي مع البراشز برضو.